وللحديث أكثر حول الفشل الحكومي ومحاولات استرضاء الشارع العراقي بقرار استعراضي من السودان برفع الحواجز حول المنطقة الخضراء، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى مصلح. حياكم الله دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور مصطفى. يعني السوداني قرر إزالة الحواجز الإسمنتية التي تلف المنطقة الخضراء ومحيطها، برأيك هل سيزيل هذا القرار الحاجز الأكبر الموجود بين الحكومة والشعب الرافض للعملية السياسية وشركائها كما تقول صحيفة واشنطن بوست؟ في البداية أقدم بخالص شكري لقناتكم الكريمة وعلى هذه الاستضافة، ونهني الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى 101 لتأسيسها. عزيزي الكريم، القرار الحكومي بإزالة الحواجز الأمنية من مداخلة المنطقة الخضراء لا يعني أن الحكومة ستصبح قريبة من الشعب أو أنها خطوة رائعة تنفرد الحكومة السودانية بها، ولن تكسر أي حواجز بين الشعب والحكومة. والسبب في ذلك أن الحكومة السودانية منذ استلام زمام عملها لم تقدم شيئا فعليا واحدا للشعب للخدمات وتخفيض سبب البطالة ومحاربة الفقر وإلى آخره. على سبيل المثال، الخدمات جميعنا شاهدنا ما حدث عن غرق وسيول جراء عدم تصريف المياه والأمطار، وحتى أن هناك منازل تهدمت على رؤوس ساكنها مثل ما حدث في البصرة. وقد يقول شخص ما أن هذه الأخطاء سابقة، فإذا كانت هذه الأخطاء سابقة، أين الحلول؟ أين الحلول والأزمات؟ أين القدرة الحكومة على معالجة الطوارئ؟ إذا لحد الآن لم نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع. إذا ما الذي يريده السوداني من قرار رفع الحواجز وفتح الشوارع في محيط المنطقة الخضراء برأيك؟ السودان يريد أن يقدم نفسه على أنه الأفضل من السابقين، وهذا السيناريو يتكرر مع كل رئيس جديد. في النهاية نكتشف العجب العجاب، ولكن بحسب التصريحات الرسمية بأن هدف هذا الاختناقات المرورية في بغداد، وكذلك تصريحات سعد المطلبي رئيس لجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد بأن رفع الحواجز تأتي من أجل إعادة جمالية الشوارع وعودة الحياة للمدينة لها بعيدا عن عسكرة الشوارع والمجتمع، ولكن في الواقع أن هذا مجرد صورة للإعلام الخاص بعد تقارير التي تناولها الإعلام الغربي عن التورط. حكومة الكاظمي بجرائم التعذيب بحق المواطن، فإن الحكومة السوداني أن تستغل الأمر لصالحها وتلمع صورتها أمام وسائل الإعلام الإعلامي. فأنا متأكد بأن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة أكثر من السابق ولن تدوم طويلا. إذا كان قرار السوداني يعني هدفه الإيحاء باستقرار البلاد بعد تسنم الإطار التنسيقي السلطة، كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل يعني أن الميليشيات قد أحكمت القبض على مقاليد البلاد أم ماذا؟ أكيد نعم، فجميعنا نعرف أن الحكومات الظل والدولة العميقة هي التي تخطط وتنفذ وتسيطر على القرارات السياسية وسيادة العراق. والسوداني هو أشبه بمدير عام ينظم أعمال الحكومة بالقرارات التي ترفضها الأحزاب التي تقف وراءها. نعم. أيضا هل يمكن أن يكون خيار إعادة الحواجز محددا بحجم التوافق أو الاختلاف بين شركاء العملية السياسية برأيك؟ مع الأسف أغلب القرارات في الدول لن يحكمها التوافق أو الاختلاف وليس مصلحة الشعب، لأن الحكومة وجدت لخدمة الأحزاب التابعة لها. ولكن هذا القرار الذي نستفزه الحكومة على حذر من الممكن في أي لحظة أن يتم إلغائه، وهذا أيضا مثل ما قلت سابقا هو مجرد قرار صوري للإعلام لا أكثر ولا أقل. ستكون الإجراءات الأمنية ما هي ستكون الإجراء نعم. ما هي المدة التي قد يعود فيها هذا القرار يعني للإغلاق؟ ما هي المدة التي تتوقعها؟ مدة قليلة جدا،
يعني صراحة المدة قليلة جدا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى مصلح، شكرا جزيلا لك.